الأستاذ أحمد الديب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم العالي. أستاذ أحمد مساء الخير. نور يا فندم، أهلا بحضرتك. الأول عايزة أخبار وعايزة من حضرتك بكل المتابعة في ملف التعليم، عايزين نعرف النهاردة ملاحظاتك إيه على النتيجة وانعكاساتها إيه على مسألة التنسيق والكليات؟ أولا أنا بشكر حضرتك على المقدمة، إن الناس لازم تعرف المعلومة الدقيقة. وفي هذا الإطار اسمحي لي أقول لحضرتك إن إحنا لازم الأول نبارك لكل الناس اللي نجحت في الثانوية العامة، اللي بدأت بنظام جديد من السنة اللي فاتت، نتكلم عن مجاميع منخفضة، ولكن التنسيق بيترجم ده إلى كليات كويسة جدا. يعني الناس اللي جايبة مجاميع قليلة، عايز أطمن الناس من خلال حضرتك، اللي جايب 50% السنة اللي فاتت دخل كلية. يعني الناس لازم تبقى مطمنة ونفرح بقى، لازم نفرح بمجموعنا أيا كان المجموع. زي ما أنا وحضرتك عارفين إن الكلية والجامعة مش مقياس، هي مرحلة بعد كده بنخرج لسوق العمل. النهارده طبعا النتيجه اعلنت بنسبه 75.4%، عدد الطلاب الناجحين 453,595، ده باختلاف عن السنه اللي فاتت، اختلاف متقارب جدا. السنه اللي فاتت كان 428,700 طالب. طب يعني معلش اسمح لي استوقف حضرتك هنا يا استاذ احمد، لو بنقيم ده او بنحوله لنسب، احنا يمكن شايفين قدامنا على الشاشه الجدول اللي يعني بيترجم هذه الارقام الى نسب وبيقارنها كمان بالاعوام الماضيه. النهارده السنه دي نسبه النجاح 75%، دي بنقيسها ازاي نسبه للسنه اللي فاتت؟ وحضرتك طبعا بنقيس ده بالنسبه لعدد الطلبه المتقدمين في الامتحان وعدد الطلبه الناجحين، بنشوف الفرق بين النسب اللي جت في العلمي السنه اللي فاتت والنسب السنه دي. طبعا بدأ من خلال جدول او مقاييس محدده بتقيس عليها وزاره التعليم التربيه والتعليم النتيجه. انا بقى في التعليم العالي ازاي هتعامل مع النتيجه دي؟ زي ما حضرتك اتكلمت على التنسيق، وهتعامل ازاي عشان اطلع الحد الادنى واحدد الكليات ومستقبل الطلبه دي. بالمناسبه وزاره التعليم العالي المفترض باذن الله تعالى خلال الساعات القادمه هتستلم النتيجه بشكل رسمي من وزاره التربيه والتعليم. بمجرد ما بنتم استلام هذه النتيجه بتسلم الى مكتب التنسيق بمقره الرئيسي في جامعه عين شمس. بتشكل لجنه على اعلى مستوى بتعمل حاجه اسمها شرايح، بتقسم المجاميع دي لشرايح علشان نعمل جدول هو اللي بيحدد مستقبل كل الطلاب دول، اسمه الحساب التكراري. من خلال بقى شغل فني وتقني مش هيشغل الناس، ولكن من خلال هذا الجدول بنحدد المرحله الاولى اللي بناء عليها هتعلن ان شاء الله باذن الله. بقول لحضرتك خلال طيب شاشة حضرتك 72 ساعة من الآن، 72 ساعة المرحلة الأولى، لكن أنا عارفة إن أنت عندك معلومة وعارفة إن أنت عندك رصد يا أستاذ أحمد، الحد الأدنى للمرحلة الأولى هيبقى كام؟ أي حد هيقول لحضرتك مؤشرات أو حد أدنى دلوقتي هيبقى بيقولش المعلومة الدقيقة. ليه؟ النتيجة لم تسلم بس أكيد عندك، بس أكيد عندك قراءة. أنا هقول لحضرتك حاجة أسهل من كده، النتيجة متقاربة بشكل كبير جدا من السنة اللي فاتت. متقاربة مع السنة اللي فاتت. جدا. يعني نقدر نقول مثلا الطب السنه اللي فاتت كان واخد من كام؟ السنه اللي فاتت الطب البشري كان واخد من 90.7. نسبه النتيجه كلها على مستوى الثانويه العامه السنه دي والسنه اللي فاتت 1.6. نفس الاعداد، نفس الراسبين، نفس الناجحين، كل الامر ان العلم الرياضه ارتفع عن العام الماضي. يعني عايز تقولي مثلا كليه زي طب هتبقى قريبه من نسبه السنه اللي فاتت اللي هي 90.7 او 90.5. احنا طبعا عشان في كليات اضافت جديد للتنسيق الحكومي جديده، 12 جامعه اهليه انضافوا السنة اللي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي منذ يومين، دول هيخشوا تنسيق حكومي. صح. بس بدل ما يخشوا بمصروفات حكومية هيخشوا بمصروفات خاصة. إحنا عندنا سبع تخصصات جديدة و12 جامعة أهلية، مش كده؟ سبع جامعات تكنولوجية جديدة. سبع جامعات تكنولوجية. و12 جامعة أهلية جديدة. صح. ستضم إلى مكتب تنسيق حكومي. وهنا لازم أقف وقفة مع حضرتك ونقول كلام لازم الناس تبقى هادية وتستوعب معنى الفرق بين الجامعات. لازم نوضح للمشاهد إن إحنا عندنا عدد كبير جدا من الجامعات في مصر. عندنا جامعات حكومية وجامعات خاصة وجامعات أهلية وجامعات دولية في العاصمة الإدارية، وأيضا جامعات باتفاقيات خاصة وجامعات بقانون خاص وجامعات إطارية، إلى جانب المعاهد العليا في مصر المعتمدة من وزارة التعليم العالي وعددها 189 معهد. إلى جانب الجامعات التكنولوجية، هم ثلاثة والسبعة اللي حضرتك قلت عليهم هيبقوا 10. يعني بالارقام دي معناها انه عدد المقاعد في الكليات المختلفه هيكون اعلى، فبالتالي فرصه دخول الطلبه او الطالب النهارده الكليه اللي هو بيحلم بيها او عايزها هي كمان فرصه اعلى، صح كده ولا انا فاهمي غلط؟ انا بقول لحضرتك هو من خلال حضرتك بشكل رسمي كل طلبه الثانويه العامه السنه دي لهم اماكن في الجامعات المصريه والحكوميه والخاصه. كل الطلبه ليهم اماكن. كل الطلبه ليهم اماكن، حتى اللي راسب من خلال اللي راسب في مادتين هيدخل دور ثاني
عنده اماكن في الجامعات المصريه، والحل موجود. انا ببروز الكلمه دي، كل الطلبه عندها مكان النهارده في كل الكليات او الجامعات المصريه. عايز اقول لحضرتك ان اولا بس رساله الى الطلبه اللي هتدخلوا دور تاني، بعد اذنكم عندكم فرصه ان انتم تلحقوا اختبارات القدرات. ده اللي كنت لسه هسالك فيه، موضوع القدرات النهارده، تنصحهم يتحركوا بسرعه؟ ننبه الناس للحته دي. اخر ميعاد لاختبارات القدرات يوم الخميس اللي جاي، تسجيل اختبارات القدرات يوم الخميس اللي جاي، موقع التنسيق هيقفل الفولدر الخاص باختبارات القدرات. يعني اي طالب حابب يدخل كليه الاعلام، التمريض، فنون جميله، فنون تطبيقيه، تربيه نوعيه، تربيه رياضيه، فنون موسيقيه، وفنون وتربيه فنيه، عليه انه يتقدم دلوقتي حالا انا مع حضرتك من خلال موقع التنسيق الجامعات، يسجل اختبارات القدرات. ومجرد ما بيسجل بتحدد له الميعاد اللي بيروح يؤدي فيه الاختبار. طيب انا لو داخل دور ثاني اسجل دلوقتي ولا استنى لما انجح؟ بالظبط. طلاب الدور الثاني اخر ميعاد لتسجيل القدرات ملهاش علاقه بدور اول ودور ثاني. يعني نسجل دلوقتي. اخر ميعاد هيبقى يوم 11 لطلاب الدور الاول وطلاب الدور الثاني. الطالب اللي هو جايب مجموعه قليل يقول لك انا 50% يعني انا جايب انا عايز بس اقول لحضرتك ان انا وانا قبل ما ادخل المداخله كنت محضر كده حاجه عشان اتكلم مع الناس فيها، اللي جايب 50% السنه اللي فاتت كان دخل ايه؟ لها كليات معقوله اللي جاب 50% السنه اللي فاتت دخل كليه؟ انا عايز اقول لحضرتك تنسيق السنه اللي فاتت الطلبه اللي جايبين 205 يعني هم 50% دخلوا تربيه رياضيه، تربيه نوعيه، تربيه رياضيه بنات، ودخلوا كليات ومعاهد عليا معتمده. طبعا دي رساله طمأنه. بشكرك شكرا جزيلا الصحفي المتخصص في شؤون التعليم العالي الاستاذ احمد الديب، وفعلا